يلا بطيئة بيض ني فجوات عيوني فجوات عيونك صافي شباب حجيب لك مي حجيب لك مي امسح هذاك فجوات عيوني صافي شباب حجيب لك مي حجيب لك مي يا تاكل يا تتعاقب تحدي اليوم مخيف السلام عليكم انا رن وانا جودي أنا صح. من قناه دلاتيز في عنا هون اول شيء تحديات الاكل وهون عنا المده الزمنيه اللي لازم كل اكله تخلص فيها وهذا العقاب لو ما نفذنا التحدي مين اول واحد رح يبدا خلص طالما انا ماسك الاكل خليني ابدا بالاكل نسحب اول ورقه بسم الله زنجبيل حبيبي ما تقدر تسحبيها وعادي يلا ايدك 20 ثانية او ماي جاد وهي عنا زنجبيل هون تفضلي اختها بسم الله يعني كيف حاكله ب 20 ثانية ما بعرف دبري حالي دبري حالي 1 2 3 بلشنا 19 18 17 16 15 14 هو سبايسي هيك يعني بيلدع لدع مستحيل مستحيل يلا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نو 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 حاولت والله حاولت كتير سبايسي اول مره باكل زنجبيل هيك لحاله طيب 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 العقاب تبعي بسم الله يلا تعزمنا على ايس كريم يس حلوه الفكره حلوه الفكره فينا نعزم حالي كمان لانه محتاج يغير طعم التمي جدا يعني صراحه لا هو المفروض يعني كيف يعني عقاب لك فشلون هنا عم تطلعي تاكلي ايس كريم لا انت تعزمينا الي ولا صافي يلا صافي ايه هاي اجينا على محل الايس كريم وعم يختاروا الايس كريم تبعهم شكلهم حيفلسوني وهون عنا الدفع على العزيمه يا سلام يا سلام وهي اخذوا الايس كريم تبعهم طبعا هي اختارت اكبر ايس كريم بالعالم ما شاء الله لانه هي اكثر وحده تحبها فيها موز وشوكليت وكريمه ومكسرات صح يا قلبي صح ليكي ليكي حبيبي لا تنبسط كثير لانه هلا دورك يلا نرجع على البيت ونكمل التحدي المتسابق الثاني هو صافي يلا اسحب اكل مكسرات مكسرات اوكي يلا بس لازم تاخذ وقت 45 ثانية هون عنا مكسرات مشكلة فيها فستق حلبي يعني لازم شيء يتفصفص في لوز واخر شيء في كازو ولازم يخلصوا كل هذا ب 45 ثانية ولازم يتفصفصوا كل شيء كل شيء 1 2 3 بلشنا يلا 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 بسرعة 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 رح نعمل لكم كت بالفيديو مشان ما تملوا مننا باقي 10 ثواني وصافي بس اكل هدول عن جد صافي طب انت ليش بس عم تفصص الفستق صافي اه تخيلوا ما خلص منه شيء يا دوب جايز انا بلشت اخاف بس قبل يلا قبل سلفي اخاف لا ليش تذكرتي يا رب ما اخذ شيء غلط بيض ني صافي عم يضحي بحاله لاجل الفيديو يعني فاعملوا سبسكرايب اذا مو عاملين سبسكرايب لانه هي لحظه كثير حاسمه صافي صافي اعطيني اعطيني اياها بشربها حنجي انا كمان صافي قلنا لصافي انه ما ضروري ياكل الصفار كامل لانه بس اكل منه شوي وحسينا نحن بطننا وجعنا وما قدرنا نشوف اخونا الصغير عم ياكل البيضه كامله فالمهم هلا رح نروح على التحدي اللي بعده معي اختاري الاكل تبوله 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 ليكو حتى انا ما طلعت 5 ثواني هي عندنا التبوله هون حاسه قبل ما اقول بسم الله حيخلص الخمس ثواني لازم عشان هيك 2 3 يلا 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 بطيئه 1 0 خلص الوقت القاهر انه كانت طيبه وبس 5 ثواني بتعرفوا لو طلعت معي 20 ثانيه والله كنت خلصت يلا اسحبي على السريع تحدي بسم الله الرحمن الرحيم مدينه الالعاب ده شو يعني مدينه الالعاب يا حي تودينا مدينه العاب ودي لازم تدفعي يا يلا صافي تعالوا نروح مدينه الالعاب يلا هي اول لعبه اختاروا انه هن بدهم يلعبوا ليه دائما هيك بصير كل مره واحد بيجي نقطه والله لا يلا نسحب الاكل لوز اوكي لوز حلو سهل. والله سهل ما اعرف ليه بحس حيطلع على دقيقه دقيقه
دقيقة ما بصير. هذا هو صحن اللوز، والله انه كتير قليل مقابل الدقيقة. بلشنا الدقيقة، ما رح تاكلي. اوكي خليكي هيك شايفة حالك عم تاكلي ببطء ورح تخسري بعدها. هلا ما بلعب. بتعرفي قد ايه باقي لك؟ 30 ثانية. اه على فكرة ما حتخلصيهم. ايه 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 هيك شو لازم تبلعيهم. ها خمسة أربعة ثلاثة واحد. يلا افتحي. طيب جدي يعني ما خلصت، طلعوا عتمة ورجيهم بالله. خلصتن. احكي لك شو لازم لك، لازم لك تفتحي هذا وتاخدي واحدة. لا خلاص بلا ما نعاقبة. صافي خلاص بلا ما. سويتوني انا اكل بيض نايف عادي، كلنا تعاقبنا اول مرة بس خلاص خلينا نمشي لها. صافي تفضل اختار الاكلة. يا رب الاكلة. ليه بتختاروا من فوق يعني؟ ليه ما بتخذوا؟ يا اخي خلاص انت شو زعجك؟ صافي سعلي يا النبي. يا لنجي يا لنجي. ثلاثين ثانية. اوه اكيد 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 يا والله عندنا اسهل اسهل وحدة. يا رب طلعت. يلا بريكم. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يلا صافي يلا. نايس كول. يلا صافي برافو برافو. ما حيلحق عشر ثواني. صافي يلا ما ضل شيء. خلص الوقت. والله انا اعصابي تلفت بسبب هذا الفيديو بسبب صعوبته. صافي خذ اول شيء عقاب تبعك. شم بهار. شو شم بهار. شم بهار يعني. صافي لازم تعمل هيك، حنحطه عشر ثواني للبهار وتضل تعمل. هي هي علبة البهار. بلشنا يلا. اسمع فجوات عيوني. فجوات عيونك. صافي شباب حجيب لك مي. حجيب لك مي. امشي هذاك. جايز في عنا اصابه. المشكله بابا بالمطبخ وكل حدا شاف انه صافي عم يبكي، يعني بتعرف انه صافي الصغير المحبوب. فنحن حاليا بهدل. رجع صافي. صافي انت منيح؟ صافي حبيبي. صافي شو قال لك بابا؟ ورجيهم ونشوفوا كيف عيونه خبرة. خلاص يلا روح صح، روح اقعد على الطرف ارتاح. اوكي يلا بسم الله اسحبي الاكل. يوسفي. هذا مؤشر ولا مو مؤشر؟ اكيد مو مؤشر يعني. يلا اسحبي الوقت بسرعة ما عندنا وقت. 25 ثانية. لا ما رح يمشي الحال. بقول لك انهم يوسفيتين. بس بدي احكي كلمة. ايه انا بعرف انه انا رح اخسر، فان شاء الله بس العقاب الاخير يكون منيح. شو صار في عاصفة اللي طلع هوا؟ يا الله ما بعرف اشره. طيب بتستهبلي. والله بتستهبلي. شو النام في واحد ثاني وانا عم تستناك. بقول لك خمس ثواني وهي لسه ما خلصت اول وحده. خلص الوقت على اول وحده بس. ثانك يو سو ماتش صراحه يعني. هذا اخر واحد. لا 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 لا. صوره عرض محرجه. شو يعني صوره عرض محرجه؟ انا بقول لك شو، انا حاختار لك صوره العرض مشان اريحك من صوره الأحرار. عرض وين يعني؟ انستغرام. انستغرام لازم تحطي صوره حمار. رغم انه انا حاسة انه هذا مو عدل لانه كان لازم يوسفية وحدة مو تنتين، ولكن رح اعمله التحدي ورح حط صورة حمار من الثانية اللي بينزل فيها هذا الفيديو لبعد 24 ساعة من هذا الفيديو. لهم يكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. اول شيء صافي بنعتذر منك على الاصابة اللي تسبب لك اياها هذا الفيديو، بس بتمنى انكم انتم تكونوا انبسطتوا. حطوا لنا لايك وكمان اعملوا سبسكرايب بالقناة اذا حبيتوا هذا الفيديو، وبعتوا لنا على الانستغرام اي افكار وتحديات حابين نعملها. وهدول هن ثلاث كومنتات اللي اخترناهم من الفيديو الماضي. اذا حابين تطلع بالفيديو الجاي تاكدوا انكم عاملين سبسكرايب، اتركوا الكومنت تبعكم تحت. بنحبكم كثير يا احلى ناس. أوه. سلام.